على هؤلاء الذين اغتصبوا أرضنا اليوم بأقل القليل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تكمل نقابة المهندسين لجنة مهندسين من أجل فلسطين والقدس مشروعها ودخوله العام الخامس هذه الحملة، فلنشعل قناديل صمودها التي تهدف إلى ترميم بيوت المقدسيين في بيت المقدس الملاصقة للمسجد الأقصى والملاصقة للبلد القديمة، ويهدف هذا المشروع إلى تثبيت أهلنا ومساعدتهم برفع الظروف الصحية والظروف الإنسانية في مساكنهم وإعادة ترميمها لكي تساعد في تثبيتهم ويكونوا دائما كما عودونا أهلنا في بيت المقدس خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى وعن المقدسات في داخل المدينة المقدسة. نحن في نقابة المهندسين نولي هذا المشروع أهمية كبرى، وإن شاء الله نتعهد بإتمامه لما له من أثر في صمود أهلنا في فلسطين المحتلة ومقاومتهم لمخططات العدو الصهيوني وممارسته البشعة. هذه الحملة تضامنية مع أهل فلسطين، مع انتفاضة القدس، انتفاضة الأقصى، انتفاضة هذا الشعب العظيم الذي يدود عن الأمة الإسلامية جميعا والعربية برمتها، ويحمل أقدس قضايا المسلمين، قضية الأقصى، قضية فلسطين، قضية القدس، ويواجه أخطر أعداء الأمة عبر التاريخ، عبر الجغرافيا، عبر الزمان، عبر المكان، هذا العدو الشرس المعتدي الغاصب. ونحن في ذكرى وعد بلفور، فكانت مناسبة من كل الوجوه، والشعب الأردني يعني رأيت الخارج والداخل يغص بالناس سياراتهم ما شاء الله، جايين متضامنين مع هذه الحملة، وما في قضية تستجيش حماس الناس، دواخل الناس، مخزون الناس، عواطف الناس مثل قضية فلسطين وبالذات المسرى. هذا يومكم، هذا يوم الأردن، ليظهر أنه شقيق فلسطين الذي لا تنفصم الأخوة فيما بينهما مهما كانت الظروف، مهما كانت الأحوال، بالعكس بل تزداد وثاقة وقوة ومتانة على مر الأيام. بمناسبة كسر حاجز المليون دينار لدعم أهلنا وإخواننا في بيت المقدس، نبارك للشعب الأردني هذه الهبة وهذا الدعم وهذا الجهاد بمالهم، وأنا متأكد أنه لو الشعب الأردني أتيحت له الفرصة سيجاهد بنفسه وبكل ما يملك. لذلك نتقدم بالشكر الجزيل لجميع أهلنا في الأردن في كل المحافظات ولإخواننا المغتربين من خارج الأردن الذين أثبتوا أن قضية القدس هي قضيتهم وقضية فلسطين هي قضيتهم، فلا تزال قضية القدس هي القضية رقم واحد لديهم، وهي القضية التي تؤرقهم باستمرار، والقدس توحدنا والقدس تجمعنا دائماً.